أنا بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بحضور سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم لحضور الاحتفال الذي أقامه مساء أمس السيد نور شهرير راها رجو سفير جمهورية إندونيسيا الصديقة لدى مملكة البحرين بمناسبة ذكرى استقلال بلاده وذلك بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة. وقد نقل سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للقيادة والشعب الإندونيسي وتمنيات سموه لجمهورية إندونيسيا الصديقة مزيدا من الازدهار والنماء. وأكد سموه عمق علاقات التعاون التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية إندونيسيا الصديقة في مختلف المجالات في ظل الروابط الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين، مضيفا سموه أن مملكة البحرين حريصة على الارتقاء بالعلاقات الثنائية في آفاق أرحب تلبي التطلعات المشتركة، معربا سموه عن تمنياته لجمهورية إندونيسيا وشعبها الصديق بدوام التقدم والرخاء. من ناحيته رفع سفير جمهورية إندونيسيا الصديقة أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يليه سموه من دعم ومساندة لكل ما يرتقي بالعلاقات بين البلدين الصديقين، مشيدا بما تشهده مملكة البحرين من رقي وتطور في مختلف المجالات.